السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن مدينة وفلوج وجولة تفصيلية بمدينة جديدة راح تلحق قبل يومين، وصورت لكم المدينة أغلبها، وصورت لكم المول الموجود بها، وصورت لكم البارك وحديقة الحيوانات، وكل شيء راح تشوفوه فيديو بعد فيديو. طبعا راح تنزل لكم هواي فيديوهات، فخليكم مشتركين بالقناه وفعلين زر الجرس. وبنهايه هذا الفيديو راح اقول لكم بشكل مختصر او يعني كمنظوري للمدينه. راح تشوفون الفيديوهات اللي داخل المدينه حاليا، سنتر المدينه، شنو نظرتي الاولى عن المدينه، وبعدين راح نرجع نتكلم. هاي الشقة اللي أجرتها مدة يومين، هاي هيج نظيفة مرتبة، شوفكم هاي بعدين هذا المطبخ. تمام، صغيرة هنا وحلوة. هذا هنا إطلالة طابق 11. طبعاً هي بس غرفة معتلثة برصالة، وما حاطين بها يعني غرفة ما يسوي ما النوم، نسوي هنا في الشمال قاعدة، ومن تنجر تصير ما النوم. أجار هاي باليوم تقريباً 23 دولار تقريباً، أجار اليوم مالتها أجرتها يومين. هاي العمارة اللي أجرت بيها، هناك صراحة أروح أفتر بالمدينة. حاليا هذا تقريبا سنتر المدينة، يعني قريب من السنتر. نظرتي الأولى للمدينة جيدة، وده تشوفونه هسه قدامكم هذا الماي. طبعا أول شيء انتبهت عليه أول ما دخلت، قلت خلنا أشوف السيارات، يعني أشوف حالة المدينة وحالة السكان بالمدينة. تشوفون قدامكم كامري، سيارات يعني سيارات جيدة، مو مثل بعض المدن تلقى كل سياراتهم لادا وموديل 70 و80، لا هنا عندهم سيارات زين. تشوفون هسه أكثر من سيارة تجي قدامكم، كيا، ديشا، مرسيدس، عندهم حتى بورش. شفت كم سيارة يعني سيارة بورش، شفت سيارة جينيسيس، أودي. تشوفون هاي بي ام، يعني هاي قدامكم يعني دا تطلع بالتصوير، ما بتفق انا وياهم. هاي المدينة طبعا، هنا أنا هذا اللي قدام اكو مثل البارك اسمه نيجني بارك، واكو حديقة حيوانات جوا شفتها مكتوبة بالحديقة، هاي نرجع لها بغير وقت. ستشوفكم حاليا المدينة، هاي المدينة، بنايات المدينة. الصراحة توقعت سياراتهم تكون تعبانة قديمات، تشوفون هسه هاي سياراتهم جيدة، هاي مرسيدس بس شوية موديل قديم، يعني أغلب سياراتهم تعتبر جيدة عدا هاي اللي جت هسه. بشكل عام سيارات جيدة، والتاكسي أطلب تاكسي عندهم الكمفورت بلس، يعني بعض المدن هاي سم سيارة زينة، بعض المدن أقصى شيء عندهم كومفورت أو بس إيكونومي أصلا، بس هنا لا عندهم كومفورت بلس اللي همات تجي كامري، كيا أوبتيما، تجي كامري همات. هذا تشوفون منه، هاي كنيسة. خلنا نفتر شوف مكانات جديدة هم راح أصور لكم إياها. كنا هذا البارك بغير وقت نجي. هذا الفيديو راح اصور لكم المدينة شلونها
راح اصوركم شنو الاشياء الموجوده بها، الاسعار بالمدينه، حتى واحد من يريد يجي يدرس هنا كسنه تحضيريه يعرف المدينه يكون عنده معلومات عنها، ما يجي كل شيء ما يفتهم. واني مثل ما قلت بالبدايه انه انا اريد اجي للمدينه حتى اشوفها بنفسي، حتى لو اصرف يعني حجز الطياره وجيت حتى لا تتكرر وياي تجربه اول العام مالنا بريشني تشلني اللي مع الاسف الصراحه يعني كانت مدينه تعبانه، الطلاب اللي راحوا بيها يعني ما ارتاحوا، فقلت حتى لو اصرف ما يخالف بس اجي اصور لكم المكان واشوفه بنفسي، حتى اذا مو زين اقول لكم مو زين، بس هذا تشوفوه بنفسكم يعني هاي المدينة تشوفوها بنفسكم. هاي واسعار التاكسي بها رخيصة يعني من المطار تقريبا لنص المدينة حوالي 20 دقيقة اخذ 225 روبل، يعني حوالي اقل من 5000 دينار عراقي، وبالدولار حوالي 3-4 دولارات، اقل من 4. هذا البارك نيجني بارك، هذا هنا المخطط مالته، هذا بعدين نشوفه نفتره كليته، هاي الاسامي اللي بيه، سنشوفكم المدينة. طبعا المدينة بها باصات كنقل عام وتاكسيات، مو نفس موسكو بها مترو او هاي الامور. طبعا بها نهر، هم راح اروح ايام من النهر اصور لكم اياه. هذا المكان هذا بنك سبير بنك هنا، تشوفون يعني هسه سيارات واحدة ورا الأخرى تجي تعتبر متوسطة وفوق. هسه راح اقطع الفيديو هنا ونكمل بغير مكان، من نشوف مكان جديد، نشوف نهر، نكمل التصوير. هاي اعتقد بناية حكومية هنا عليها علم، بعد نفس المكان. هاي فورد، هاي تويوتا، هاي سيارة عجيبة اعتقد لادا، هاي شوف الخريطة ثاني مرة رايح. هذا النهر وصلت، طبعا امشي من هذا الجسر، جسر كلش طويل. هذا النهر الكبير، هذا اسمه نهر فورونيش، شوفوا كبراته. طبعا يفصل المدينة من ناكا الجهة الرئيسية وكو جهة ثانية من ناكا. سرح تشوفون هاي الأوراق الأشجار طايحة بيه، هنا دخان مصانع. طبعا بالبداية عباية المدينة كلش صغيرة، اشوف من بالخريطة ما تبين صغيرة، بس يوم من نزلت بيها طلعت كبيرة، يعني اذا مشي 3 كيلومتر 4 كيلومتر. شوف بالخريطة شكل يطلع لك شكل، عبالي شلون ماي كوب
مشي 15 دقيقة 30 دقيقة تخلصها كلها تقريبا. لا هو بس الجسر هذا يحتاج له ربع ساعة الله يخلص أو نص ساعة. شوف كبراته ناس السيارات أكثر من سيارة جتي الرانج روفر الجديدة همات. يعني عدم يعني هاي المدينة بين المتوسط فوق المتوسط بعض الأغنياء وهم شوية فقراء بيها. يعني دا أشوف السيارات المتوسطة فوق المتوسطة أكثر من السيارات القليلة. شوف بس هاي الأودي هاي الثانية أودي واحدة وراها. يعني نقدر نقول السكان وسط فوق الوسط شوية فقراء وأغنياء همات شوية. هذا تشوفون بعض السيارات تعبانة بعض السيارات زينة بعض السيارات ممتازة. هاي بدل ليس دون سمك أخيراً خلصت الجسر بعد ما تكسرت. هاي الجهة الثانية من الجسر المدينة يعني بعد الجسر. أما هناك سبير بانك هذا بنك ثاني. هذا فندق 4 نجوم أذكر شفته بالbooking.com. طبعا المدينة فيها ايضا فروع للمطاعم اكيد برجر كينج كي اف سي ماكدونالدز مجموعة فروع موجودة داخل المدينة وخاصة هناك بالجهة مثل الجهة الجهة الثانية من المدينة. انا اعتقد حتكون بس شقق و بين يعني شقق عمارات هواية بس في اللي قدام فكل الثقل موجود هناك في البيت الجهة. سوف نقرب لكم تشوفون كلها عمارات سكنية هناك عمارات سكنية همات. راح أصور لكم الجامعة وفيديو داخل الجامعة والسكن الجامعي. هذا راح يكون فيديو خاص غير هذا الفيديو ثاني. عبرت الجسر راح ارجع مرة ثانية هناك. هذا موجود هنايا بيت الوشكا مال يعني اكل وسوبر ماركت صغيروني موجود باغلب المدن الروسية. طبعا بروح اسأل المطعم اكل. شفت التاكسي 62 روبل 72 روبل بس قلت لا خلي اجرب الباص شوف المكان يكون بي باص. نشوف تجربة الباص وش سعر الباص اللي احنا نعتقد يجي انه ايه ما 62 72 روبل شنو كلش قليل. التاكسي وصلني عبر من الجسر وصلني المطعم يعني مسافة مو ذيجة. خلنا نجرب الباص بلا اصعد بالباص في تاعي هنا انا نشوف لكم اياه. ناس حاطين هيجي هذا ماجنت مات نفس ذاك البيت روشكا اشتروا من عنده ماكولات وهاي الامور. انا ورد صعدت بالباص هذا الباص دفعت بالبطاقه يعني بالتليفون دفعت اخذ مني 21 روبل موسكو 55 هنا 21 يعني سعر جيد. طبعا الدفعة تدفع مرة وبعدين ما تريد تنزل تنزل ما
محطة واحدة، محطتين، ثلاثة، عبرنا الجسر بسرعة اللي ظليت قرن نمشي بيه. حيوصلني كلش قريب من المطعم. إيطاليانسكي بوغنا نقول سيارة توقف يمه، مطعم الإيطالي. هاي الأكل اللي طلبته، هذا ليمون طبيعي من الشنغهاي الحار ضايفين وياه، طبعا هاي هي شوربة أو كاتمين سوب يعني مع الخضروات. شنو من صدق ما مخلين شي، محاطي جزر معرف ايش مدري شنو كل شي ماكو يعني مدري. هذا هو المطعم، مطعم جميل. هذا هو المول، 6 نجوم لو 7 ولا كويسي. سنفوت جوا ونشوفكم. وهسه بعد ما شفتوا المدينة ونظرتي الأولى عنها والمدينة بشكل عام، طبعا هاي المدينة أني من رحت توقعتها أنه هي راح تكون من المدن التعبانة الصغيرة ومن اللي ما أدري شلون قايلة وسياراتها تعبانة، بس أنه أني مثل ما ذكرت أول ما دخلت ركزت على السيارات، إذا سياراتها لا بأس بيها المدينة لا بأس بيها. المدينة بشكل عام هي من المدن الرخيصة والمدن اللي نقدر نقول أنه هي مناسبة للطلاب اللي يجون أول مرة روسيا. يعني بعض الطلاب يقول لك أنا أول مرة أجي، إذا أروح مدينة كبيرة، إذا أروح مدينة زحمة احتمال أتي، احتمال أضوج، احتمال ما أعرف إيش. طب أكو طالب يقول لك لا أنا أحب مدينة كبيرة، أحب مدينة هذا، هاي مناسبة إلي. وكل واحد حسب الجو مالته. طبعا ليش هاي المدينة مناسبة للشخص يجي بيها بالبداية؟ لأنه أول شيء مثل المدينة هادئة، طبعا اللي روحنا جيت بموسكو سيارات ازدحامات، وهاي المدينة جدا هادئة هدوء وما بها عرب، جدا جدا قليل، والتعامل الروس ويا العرب يعني زين، ما يعني المدن اللي تكثر بها عرب بشكل مو طبيعي راح تكثر مشاكل، معاملة الروس تصير مو زينة من العرب، ماكو عرب أو أكو عرب قليل أو يعني أكو بس بدون مشاكل يكون أفضل، فمعاملة الروس بها زينة. بالإضافة لأنه الجو مالتها شوية أدفى من موسكو، يعني بي هوا بي هذا جو زين، يعني مثلا من جيت الموسكو كانت باردة، كانت شوية مطر عاصفة، هناك لا الجو يعني كان لطيف، يعني بي هوا بي برودة بس مو ذاك الشيء، يعني موسكو يكون أبرد من عنده. فهذا الشيء أنه يخلي الطالب من يجي يكون المدينة هادئة والتعامل الروس بيها زين، بالإضافة لأنه بيها جامعة بتقدر تدرس سنة تحضيرية، وهما دخلت بالجامعة وصورتها وصورت السكن. صراحة الجامعة من الداخل كلش حلوة، اللي صورت لكم إياها سواء الدخولية، القاعات الدراسية، والتحضير بالجامعة هاي يكون يعني 2500 ساعة حسب ما سمعت، يعني كلش زين وكلش رخيص. طبعا الفيديو اللي يخص التقديم هاي المدينة حيكون فيديو خاص بالنهاية، آخر فيديو أنزله راح ينزلكم فيديو المدينة، ينزلكم فيديو البارك، حديقة الحيوانات، المول، الأسعار اللي بالمدينة، وآخر شيء ينزلكم العرض مال التقديم. عرض جدا 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 رخيص وراح يشمل كل شيء، حتى استقبال موسكو حال هذا راح يشمل ويكون جدا رخيص. فانتظروا الفيديوهات القادمة وبس. هنا نكون وصلنا في هذا الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والفيديو الجاي راح ينزلكم عن البارك وحديقة الحيوانات مال المدينة. مع السلامة.